هي شركه انا دخلت استثمار اوكي صاروا عندي اربعه. هسه انتم نصبتوا علي شلون انا من شاركه واحد عمه شاركتكم زين بعدين انتم طلعتوا نصابين نصبتوا علي انا ارجع بيتكم واخذ فلوسي فلوسي رجعوها ها شنو فوق فوقاتها كبرتها لكم كبرتها صارت كبيرة غبيرة. هلا حبايبنا شلونكم اخباركم شكو معكم راح اربي لحيتي زوزو ما قبل خلاص قاعد اقول له مو حلوة عليك والله العظيم قلوله لا مو حلوه احلقها تصويت بليز والله انا قاعده اقول له احلقها هو يعني انا قاعده اشوفه اجمل بدونها صح. اوكي حبايبنا قبل لا نبدا هذا الفيديو لا تنسوا لكم تشتركون بقناتنا وتسوون لايك وسبسكرايب وشوفوا هذا الفيديو بين احبابكم وتعالوا معانا بجوله. انا وعاد اليوم راح نروح اماكن كثيره. وين اوديك؟ كاسكو. شوف اول ما وداني وين هاي عساس طالعين اول ما وداني على البنزين مال كاسكو بنزين عشان يعبي السياره. هاي اخذت عندي 80 دولار اعبي بنزين وارجعك للبيت. هاي هي مو هاي الطلعه والناس وقلنا لهم راح اسوي لكم جوله ما عليكم راح اروح الكاسكو بعد الكاسكو كاسكو بنزين وهذا هو الكاسكو راح ناخذكم بيه بنزين وهذا هو الكاسكو وهذا مدير الكاسكو وهذا مدير الكاسكو. مبشر زايد البنزين ايش قد صاير العادي ايه؟ 436 وال92 499 جيبي خلينا نراوي وريهم اخذ الكاميرا طبعا نشوف يعني تفضل 93 وهذا 436 صاير زين خلينا نشوف ايش قد التفويله بالله طبعا طقيت كم طقه اوكي هاي كافي ايش لزك هذا لزك شنو ما يريد يطلع اي با تفضل 87 50 بس خلصنا عبينا بنزين ورايحين جولتنا لكاسكو نشوف شو راح نشتري اليوم معاكم. تذكرون جولتنا القديمة قبل سنة تقريبا سويناها لكم جولة كاسكو هالمرة راح نسوي جولة كاسكو بعدين عندنا أماكن نريد نطلع نشوف وين نصور لكم إن شاء الله. دخلنا على كاسكو ما أعرف شنو اللي صاير. أوكي أوه قاعد تسمعون يلا خلونا ندخل. سو هاي حبيتها الصراحة حق إيلاني يلعب بيها برا هسه بالصيف اوه راح يستمتع. اوه هذا بعد ناخذه إله للبحر يا يلا خسارة زود يستاهل إيلاني الورد مو بس إيلاني راحت فلوس وبعد خلينا نشوف شو راح نشتري ياي طبعا هذا البنات قالوا لي مرة على الكازيبو احنا جبناها منها بس طلبناها اونلاين هذا القياس 12 ب 14 ب 1800 واو تتذكر شو كان سعرها 1400 كانت 1400 احنا اخذنا 12 ب 16 اومس تقريبا صارت 2000 علينا 2000 وسمثينج اوكي هاي بس هاي شوي ديزاينها غير هاي فيها اكسترا هذا طبعا هنا قسم الكهربائيات الثلاجات لا مو ثلاجات السبيكر هنا الله وايل سبيكر هاي السماعات اللي تغنون يا هاي نانا حق الصيف حلوه 29 والله حلوه رخيصات شنو ال10 بلاك واو اتذكر انا خليتها للجوبرو 4 تتذكر هسه جوبرو 10 هاي واو كم سعرها 389 اوكي ما اريدها هاي وهي يعني اذا شافها يقول اريدها منها اوكي
هاي الكاميرات الخارجية بس احنا هذه وايرلس، احنا مالتنا واير وما جبناها منها، جبناها من امازون. ايه هاي وعد مرة نزل عليها فيديو على اليوتيوب على تيك توك، لوريكس فيها 8 شانل، احنا مالتنا 16 شانل اللي اشتريناها، 16 كاميرا يتركب عليها، هذه يتركب عليها 8 كاميرات. انا حبيت هذه الشغلات، شوف يلا خلنا اوريكم، امشوا معانا شوفوا هنا الالماس، تعال خلينا نشوف شنو اكو جايبين، قطع الماس جديده عشان اقول لك بعيد ميلادي جاي، ترى عيد ميلادي جاي، اجي اقول لك شنو تشتري لي، خلينا نشوف. امشي امشي بالله، ممنوع التصوير زود. لا منو قال؟ خافتين بعدين واحد ما يقدر يشتري بالله، شو يسوي؟ يصور اتليست، ما اعرف اذا مبين عندكم ولا لا. اوكي شوفوا هنا ذهب، خليني اشوف. الله شوفوا هالخاتم، هالخاتم اي لاف ات. طبعا انا خاطري انه يكون بس عندي يعني بس شلون تكون الماسه واحده بالنص بدون ولا شيء. جينا هنا راح نشوف جلاسات، واريد اشوف الصحونه. اي ثينك عندنا نفس كذي بالبيت. هاي عجبني بس ما عجبني، اشوف ثقال لو لا. انا عجبني الطاسات، لا ما شلون عجبني، ما عجبني عجبني ولا عجبني عجبني، قاعد اتعلق عليك باي ذا واي. شوف هذا الله المعنقش، المعنقش. اوكي خلينا نشوف القلاصات، هذيك المره جبت قلاصات من وار مارت، راح رجع لي اياهم وعد، يقول لي مو حلوان. هلا بلا شنو يوريني، خليني اوريكم شنو وراني، يقول لي هذا نشتريهم، وينهم؟ ماكو ماكو، خلصوا خلصوا. نعم البصل والبطاطا، لا 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 اللي عندنا اياها هذيك احلى. لا بلا شوفوا هاي برا اطفالكم ووتر بالون. حبايبنا اجينا ناخذ لحم، طبعا اكتشافنا الاخير هذا كان. مرحبا حبايبنا، طبعا ذاك اليوم نزلت فيديو كثير ناس علقت تقول مو حلال بس الختم خلي لك عليه حلال، هل من المعقول كاسكو يخلي ختم عليه ويقول لك هو مو حلال؟ ها انت تقدر تشتكي عليهم اذا مو حلال، هاي واحدة. ثانيا المحلات العربية انت من تشتري من عندهم قاعد يقول لك حلال، ما علي انا، هو رب العالمين اذا كان يتشتت زين، هم روح تشيك عليهم هم تاخذون بس بالكلام. لك لحم اوكي اطيب من عنده ماكو يعني يا قلبي، لا والله انت شنو قاعد يقول لي واحد ثاني ماكو خروف عندهم، بس راح اخذه كراميل الخروف زين، لا لا تقول لي ماكو هسه. يلا امشوا ويانا، لا تشوفون واحد لين عيب عيب استحالة. روح ها طبعا مو لكم حبايبنا اللي متابعينا، حق هذوليك الهيترز، الهيترز قاعد يعلقون زايد لازم. طبعا في شخص قال لي انت كذاب ماكو لحم حلال ذبيحة كاملة، هاي شنو هاي؟ هاي حلال، هل من المعقول كاسكو يحطك عليها حتى يغشة؟ لا تقدر تشتكي عليهم زين، هاي خروف كامل وعندهم همه لحم مقطع، هذا تعال شوفيه مكعبات صندوق كامل 127 خروف كامل مقطع زين، مكعبات زين، يعني من تقول لي مو حلال ما عندهم، راويتك تاكل لحم وراويتك بعد شو تريد؟ يس هاي دبرها، هاي مو لكم حبايبنا، هاي للهيترز هيترز. سو اشترينا هذا المانوكا هاني كلش زين، خصوصا هسه تغيير الجو كلش رهيب. اوكي ذاك اليوم خلينا 27 بس رجعوا 31، ما اخذك من عندك كان عندي، هسه تقعد الصبح الجو قاعد يتغير، لو بالليل عندك تصير بلغم هنا وايد خاشوقه من عنده وماي حار كلش رهيب. هذا يوتيوب يعني في تكمله، وين رايح؟ خلصنا وشوفوا الطابور، احنا بنص كاسكو الطابور لين هناك ترى بالسلف تكاسكو سلف
سيلف تشيك اوت، يعني انتم بروحكم تسوون، ما يحتاج كاشيره. وهاي خلصنا هنا وعد قاعد يحاسب هالطريقه تخلونها ماكو كياسه، يعني هنا كاسكو تاخذون السله مالتكم وتحطونها على طول في السياره. ودائما دائما لما نجي الكاسكو شنو لازم نضوق؟ شنو لازم؟ بليز 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 وحده 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 توستت هاي 149. نو نو يلا 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 عاد جيب لي وحده. اصير روح جيب لي وحده، ترى اسرح اقعد بنص الطريق وابكي واسويها اسويها، ترى افضحك فضيحه لا اله الا الله. راح اقعد راح اقعد الاوف مود، راح اقعد راح اقعد، انا ما جايب البوك خليته بالسياره. راح اقعد راح اصرخ يا ناس جد جد جد. روح جيبها روح روح جيبها روح جيبها روح جيبها قلت لك حبيبي اريدن حياتي جد والله ما امزح والله. اعطيني الكريدت انا اروح اجيب. اقول لها تو ما كلب ايش عليك بيا بطني جاعت. شو اسمه ما اكلت لي فلافل اي بطني جاعت. سندويتش هالكبرها بس ما كلتها كلها. ما سواليها هالكبرها والله. انا كلت ربع وانت كملتها. انا ما كملتها اصلا ما اكلت. يعني ما اشتريت لي اياها بعد توستد؟ ماكو. يعني خاف عليك انا مصلحتك ادور مصلحتك. طبعا هنا خلينا نشوف ليش مو واضحه الكاميرا. رطوبه. هسه واضحه. طبعا لما نطلع ياخذون الرسيد ويشوفون ان انت اللي مشتري كله صح؟ مشتري كله صح ما في شيء زياده. وبعدين راح نروح على السياره. هسه ايش راح نسوي؟ راح نروح نحط الغراض بالبيت ونطلعكم مكان ثاني. جاهزين؟ وين نطلع المكان الثاني؟ يستاهلون يستاهلون. هسه حبايبي رايحين بمهمه سريه ما راح نشارككم اياها لين ما تصير. يلا نقول لكم عليها صح؟ صح يس. بس هسه راح نمر على شركتنا شركه برومي روز نخلص شويه كم شغله ونخلص هاي الشغله السريه وبعدين نروح الايكيا. الايكيا حبايبنا وصلنا الايكيا. طبعا ايكيا موجود بمنطقه هذا شارع فورد والمنطقه كانتون. هسه راح ندخل خليني اوريكم. راح تدخل منها ولا وين؟ منها؟ ليش هيك؟ ليش؟ وغير الفتحه ما حاطين وتيت تيت يعني يوميا مودين على الدرابين ورجع وايد منك حرام عليك. هسه اقعد دور وارجع يا وعد والله سوالف. خساره بنزين توك معبي بنزين وتقول غالي. هذا هو ايكيا يعني ضيعتنا. هذا هو زوزو طلع قبل الاصفر ولا زين ما قلت لك ولا شيء. يما 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 كله منك. انا ايش سويت؟ ام زوزو اهلا. هلا زوز. وصلنا الى ايكيا تفضلوا معنا حياكم الله. انا اسميها اكيا. ايكيا اكيا بالياباني. كل واحد ينطقها الشكل كيفي. يلا تعالوا خلينا نروح. شوفي ذاك وعد وزوزو صعدنا دخلنا. طبعا يذكرني بأبو ظبي دائما كنا كل اسبوع نروح. كل اسبوع نروح لأبو ظبي الايكيا. وين ايان؟ وين ايان؟ انت هسه بالمدرسة. اجينا على مكانك المفضل ايكيا. اوكي هنا قسم القنفات مفكرين نغير قنفاتنا اللي فوق فهم قاعدين هيجي نشوف ناخذ فكرة. نعم يس. هاي شنو رايك فيها؟ هذه حبيتها. هذه تجي لازقه ما تتحرك حتى فد مره. لان هذيك ليش ضايجين من عندها؟ لان اللي الظهر يتحرك. شنو رايك ها؟ وتجي صغيره حبيتها. هذا اللون اخذه و حلوه والله. خلنا نجرب. يس شفت انا بس اول شيء اشوف انا اختارها. وين الريموت مال التلفزيون؟ ها نسيتها راس بالي بالبيت يعني. حبيتها. تعي ضجت انا تعي اكل. ضجت؟ ضجت اي خلنا ناكل يلا. تفضلي زوزو يلا تفضلي. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. قعدي مو ياهو راح يصور اذا قعدت. ها طبعا هاي الجولة احنا قاعد ناخذكم جولة. قاعد اصور فيديو للتيك توك ان شاء الله يطلع هيك حلو. فطسنا من الضحك على الفكرة مالته.
زلنا مستمرين احنا قاعد نشوف هيجي نطمش شنو عندهم جايبين. تتذكر حياتي لما كنا بالامارات قلنا اذا جينا هنا لامريكا راح نشتري بيتنا كله اثاثه من ايكيا، وبعدين ما اعرف اثاث ايكيا نحب نشوفه بس ما قاعد نشتري من عنده لان not good quality. اي يعني في شغلات حلوه وشغلات اذا تريدها مال سبع يمكن لا سنتين ثلاثه اوكي اكو شغلات اوكي وفي شغلات لا يس حسب الشغلات داخل. ما زلنا مستمرين نزلنا للطابق اللي تحت هنا هسه راح ناخذ سله لان هنا راح نشتري غراض. يلا زوزو يلا شنو نو نو اكثر صحوننا ونحب نشتريها من ايكيا والسبب طبعا احنا عندنا ثلاثه مكسورات اخذت سته لان زوزو ما عندي السبب ان تقدرون كل ما ينكسر الشيء تقدرون تجيبون منها تكملون من كلش حلوات حبيت انا كلش احب الصحون الصغار ولا لا ما اعرف تريدين كيف شفتي حطيهم بيض عيون ما ها الكاسات ايه الصغار عندنا مو ما اريد الصغار ما قاعد استخدمهم أوكي. بس هاي وحده مكسوره من عندهم جيبها ايه اخذ لك اثنين ولا وحده وحده واحدة تسلم تسلم كاسات صغار هذا ميت شفتيها هذا تعال من وين عندي عندي مالوت ايش معنى مالوت وال مارت تقولي مو حلوات وهنا مال ايكيا تعي اشتري متعاقد وياهم وصلنا الى ما اعرف شو راح يسوون السجادات كاربت زولية قطعة كل اللهجات لا ما اجينا هنا هذه السلات هنا موجوده كنت قبل ادور عليهم لما ايام كورونا وكان ايكيا مسكر كانت ارخص شيء هنا بايكيا تقريبا 12 دولار اما برا كنت اشوف انهم سعرها كانت 40 وفوق الوحده بس هسه ما اعرف وين سعرها نعم اجيب السله يلا لو حبايبنا احنا كلش نحب نشتري شراشف من ايكيا حق سرايرنا وسراير الاولاد اوكي كم واحد سرايرنا سريرنا بس. يعني أوكي. ايه ابيض واريد بس جراي يعني خلاص ابيض وجراي بس ون ابيض اخذ ابيض ايه اخذ اثنين ابيض اثنين جراي ولا شنو واحد جراي ايه اريد ان تعرف شنو اريد ان كفر اسود اكو اسود صار لي سنتين ادور على الاسود من ايكيا ماكو خلينا نشوف هذا اللون حلو خلينا نشوف هذا كوين كوين طبعا اكو اقسام هواي راحت عليكم نسيت ما صورت لكم اجينا هنا عند قسم اللوحات تعرفون شنو خاطري نفسي انه يكون ببيتنا لوحه كبيره كبيره لوحه كبيره يا yeah. لوحه صغيره يعني تبيني الفرق بين الكبيرة والصغيرة جد والله خاطري شوف انه هيك لوحة بسيطة شوفوا حبايبي انا راح ارسم لك لوحة لا ما اريد مشكورة اعتزلت خلاص بطلت اخذ انا قلت اريد لوحة كبيرة لا ما قلت ارسمها ما قلت انا رجع سوي شخابيط دياي وتخلي لي اياها بالمطبخ وتقول لي بالمطبخ بالصاله تخلي لي اياها والله صوتي انا درست 15 سنه بس رسم خليني اراويك وحده من لوحاتي ايه تنعرض هنا بايكيا الله منو هذه لاصحابك ما اريد اقول والله هذي لمن وشلت معاشرهم غير هذي لهم جباتك أصحاب زوزو بالغابة من تعرفت عليها وين لقيتها
حبايبنا انا ترى لقيته بالغابه. اي اول شيء خلاص خلاص اذا نسمع القصه من الباكر الصبح. زوزو ها نفس شوف ها هاي جماعتك ها نفس الشيء نفس السنون نفس الخشم. والله شوف والله قل لهم منو تشبه منو قضيه جيب جيب قضيه حتى هم يحكمون هم يحكمون شنو حطيها اموجيج والله قل لهم تشبهون منو مو تشبهون زوزو ها بعد شنو كافي عيب رجعي هاللوحه يلا. وهنا اذا اشتريتوا اثاث كبير قطع كبيره فتجون هنا شوفوا بالوير هاوس اللي هو على الطلعه للكاشير تختارون القطعه مالتكم طبعا موجود وين مكانها تجون تاخذونها وتطلعون. هنا قبل لا تطلعون اكو هذا القسم 50% يكون نص السعر الناس تكون مرجع الغراض بس بعدها جديدة يعني فيها كسرة فيها شغلة فيها خدشة فمنك يكون سعرها نص السعر. هسه هنا اجينا الكاشير اوه ايكيا فاميلي عندنا اياها الكارت وانا ما جبت الرسيت مالتها الكارت عندك اياه؟ انا عندي بس ما اعطيتك وحده صغيره. هسه لازم نشتري الايس كريم مالتهم شوف هاي هنا هذا الشكل هم بعد ما عندهم انه تشياسه انت تسوي بروحك هاي هنا نلفها بالامارات لا هم يلفون اياها صح يا اما هنا بامريكا اخدم نفسك بنفسك شوفوا الفرق بين امريكا والامارات كل شيء تخدم نفسك بنفسك هنا راح نشتري الايس كريم طلعها وياك لازم تخلص طبعا 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 ما اشتريت لي اللي موجود بالكاسكو طبعا شوفوا هنا بدولار الايس كريم اما بايكيا بالامارات بدرهم اعتقد حبايبي اللي اهل الامارات اللي قاعد يتابعونا بعدها بدرهم ولا لا يعني تعرفون دولار تقريبا 3 دراهم ونص بالامارات هاي قاعد تسوي لنا الايس كريم لازم اجيب انتشو هذا الايس كريم مبين عندكم دنيا ظلمه او طلعنا راح وعد ودى السله الفاضيه واجا يلا السياره مسكره شنو السياره ما فتحت لي اياها هاكم هسه على كولز احنا ندخل داخل ونشوف سو دخلنا هنا جايين نشوف حذاء حق ايلان هي هاي زوز تجاي وياي اي تشوق الغراب الواحد يشوف التيشيرتات حلوه للاطفال اوكي شوف الاحذيه وصلنا لها عارفين شنو في ناس لا 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 شنو هاي ناخذها شوف هذا فرده اشترينا له اياه ضيعه بالمدرسه والمدرسه يقولون ماكو رفعت عليهم دعوه طبعا ولحد الان دعوه لين غالي هسه لقينا فرده صور ناخذها ندفع ايش قد الفلوس نقول لهم عندنا احنا الفرده ثانيه وهذا نفس مال ارسلان عنده أوكي. احنا نشتري المول ايلان عنده الارسلان ارسلان ارسلان صاير كلش مزعج طبعا هم لازم ان شاء الله مثل اخوانه على ابو مثل امه شوف ايش قد حلو حلو والله للصيف ابد 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 مع الاربع اولاد هي شركه انا دخلت استثمار اوكي صاروا عندي اربع هسه انتو نصبتوا علي شلون انا من شاركة واحد عمه شاركتكم الزين بعدين انتو طلعتوا نصابين نصبتوا علي انا ارجع بيتكم واخذ فلوسي فلوسي رجعوها ها ها شنو فوق فوقاتها كبرتها لكم كبرتها صارت كبيرة غبيرة لا 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 ترجعوا لي فلوسي هسه اما احنا بامريكا قانونيا اقدر ارفع عليش دعوه انت وبنتك ام راس ها واخ اربح القضيه احسن نحلها سلميه يا عمه يلا زين سلمي شنو اطيتوني بنتكم ونصبتوا علي دوختوني يا عمه دوختني ولا
ماشي خذيت لا 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 يا مصاب على الحقوق لا انت انا عمي انا كنت شلون ملطوم على عيني لان انت من عزمتينا وطبخه هذا الدجاج المحشي اوكي ما كنت اشوف وانا من اكل ما ظل اسمع واكو هاي زين سحرتيني دمرتيني ما علينا يا ريت تعرفوا سوي السحر يما يما سويت لي سحر طلعت قضيتكم على حقيقتكم بويا جماعة السحورة لعدد انت هيك سوي سحر البتك خلي تتزوج ها وصلنا حبايبي احنا وياكم نهاية فلوجنا لهذا اليوم نعم لا تنسوا انكم تشتركون بقناتنا وسووا لايك وشير وشاركوا واشتركوا بتيك توك انستغرام سناب شات وكل شيء وكل شيء وكل شيء نشوفكم على خير بفيديوهات جاية مغامرات حلوة في مغامرات ساسوكي باي 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 الله ترحون خليني بس اوريكم ايان يشوف شنو رسم وهسه يزن قاعد يدور على رسمه علشان هم يرسم انا اوريكم ايلان وارسان ايش قاعد يسوون هذا ايان ويزن تذكرون هاي اللي اشتريناها من كاسكو ايلان وارسان استانسوا عليها اول ما شفتها هاي اللعبه قلت راح يستانسون لانهم يحبون يلعبون بالماي بس اصير خلي يلعبون بالماي صح